بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده قصه رمزيه، قصه مش حقيقيه، من الرموز. بتحكي ان طفل راح لابوه وبيقول له: يا بابا انا عايز اعرف قيمه الانسان ايه. كل حاجه في الدنيا لها سعر، العربيات لها سعر، مش عارف، كل حاجه لها سعر، انما ايه سعر الانسان؟ سؤال يمكن ما فيش طفل ممكن يسأله بالطريقة دي. فالأب رد عليه وقال له: أنا مش هقولك الإنسان سعره إيه إلا بتجربة. هنعمل تجربة. هم ساكنين في منطقة جبلية، ففيها أحجار شكلها حلو، مش أحجار نادرة بس فعلا أحجار شكلها جميل قوي. فقال له: خد الحجر دون وانزل بيه للسوق، وأي حد يجي يقولك الحجر بكام ما تقولوش، ما تنطقش، إنما اعمل له كده، هو شاور الإشارة دي. فالولد خد الحجر وقام واخد بعضه وقام نازل على السوق. فقابلته واحده ست بتبيع في السوق، فقالت له: الله، الحجر ده حلو قوي، الحجر دون انا عايز اشتريه، بكام؟ فما ردش وقام عامل لها كده، قالت له: $2 انا مستعد اشتريه. فطبعا ما ردش عليها لغايه ما يرجع لابوه. رجع لابوه قال له: واحده ست في السوق عايزاه تشتريه $2. قال له: طيب خد بقى نفس الحجر وروح على المتحف واعمل نفس الحكاية ووريهم الحجر، ولو قالوا لك برضو ما ترد، شاور. فراح المتحف، واحد في المسؤولين في المتحف قال له: الله، الحجر ده جميل جدا، أنا عايز أشتريه، بتبيعه بكام؟ فبرضو ما ردش وقام عامل كده، هو قال له: $200؟ فالولد انبهر، الست كانت بتقول $2، المرة دي $200. فرجع على أبوه جري قال له: مستعد يشتري $200؟ قال له: خده بقى واطلع على السوق بتاع الأحجار الكريمة، اللي متخصص في الأحجار الكريمة، واعرض عليهم الحجر. فالولد خد الحجر وطلع على سوق الأحجار الكريمة، حاجة فخمة جدا بقى، وقام موريهم الحجر. فالراجل من البياعين قال له: إيه ده؟ ده حجر نادر جدا، ده حجر جميل جدا، أنا عايز الحجر ده، أنا عايز أشتريه، تبيعه بكام؟ فبرضه قام عامل له كده، قال له: $2؟ من $2 ل$200 ل$2. فالولد رجع وقال له: بابا، البتاع طلع من 2 ل 200 ل 2000. قال له: هو ده اللي انا كنت عايز اعلمه لك لقيمه الانسان. قال له: مش فاهم يا بابا. قال له: يا ابني، كل انسان جواه قيمه كبيره قوي، لكن حسب هتطور نفسك ازاي وتحط نفسك فين. لو حطيت نفسك في وسط شباب صايع، شباب ضايع، شباب مستهتر، شباب مش عايز ينجح، هتفضل قيمتك $2. ولو طورت نفسك وحطيت نفسك في وسط الصحاب الناجحين، قيمتك هترتفع ل$200. لكن لو طورت نفسك أكتر وأكتر وحطيت نفسك في مكانة علمية أو في نجاح كبير أو في وسط مجتمع ناجح بقوة، سعرك هيرتفع ل$2. انت زي ما انت، زي ما الحجر ده هو، بس الحجر ده تمنه في السوق غير تمنه في المتحف، غير تمنه في سوق الجواهر. يا شباب ويا بنات، القصة بتقول من غير ما تنطق وتقول تمنك كام، الناس هتعرف تمنك حسب انت شايف نفسك ازاي، حطيت نفسك في انه مجتمع، طورت نفسك ازاي. بسمة امل للي يعيش بالفكرة دي وينفذها في حياته. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.